أتيش في حالة سيئة بسبب اضطراره لإقامة جنازة دوروك بسبب هذا الألم المشترك الذي عانوا منه ارتبط أرزو وأتيس بطريقة ما ببعضهما البعض بهار يشاهد أتيش بتجهم وهو يبتعد عنها يحاول كينان أيضا تدمير إدز وهو الدليل الوحيد على اختفاء دوروك لكن الشرطة أخذت إدز وأتيس يلاحق الرجل للعثور على إجابات لأسئلته ضغوط كينان وتهديداته تجبر سلطان وأفسن على التحرك بشأن الانفصال يريد سلطان أيضا أن يفعل كل ما في وسعه لإنقاذ أفسن من الطلاق بالطريقة الأكثر ربحية أولا يعتقد أن الحل الوحيد هو محاصرة أردا أتيش الذي يبحث عن سبب وفاة طفلته يجد نفسه في شعور لا ينتهي بالانتقام عندما يتلقى مكالمة هاتفية مجهولة ما هو الاهم من حياه الطفل يعتقد اتيش انه فقد دروك تماما ويشتت انتباهه بسبب هذا الخوف يجب على اسماعيل ان يشرح له الحقائق الحزينه مما لا شك فيه ان هناك اشخاص مجهولين وسريين وراء الاحداث التي حدثت لدورو بينما كان محمد امير في مرحله التعافي التقى بكنان مره اخرى لقد حان الوقت لكي يواجه آل طاهن أخطائهم الماضية. محمد أمير غاضب جدا لأن كنان عاد إلى حياتهم بعد سنوات. لأنه يعلم أن كنان قد يسبب لهم شرا جديدا. ومع ذلك سيكون من الصعب جدا على هوليا أن تفهم هذا الوضع وتعرفه. هوليا، التي تريد انفصال أفس وأرد دون إضاعة الوقت. ستستمر في طلب المساعدة من كينان في هذا الصدد. بينما يقترب إدراك ما حدث لدوروك لا يدرك أتيش وبهار وأرز بعد نوع المشكلة التي يتجهون إليها. تعتمد حياة أفسن وسلطان على الكلمات التي تخرج من فم كينان حيث يقف سلطان بجانبه لدعم وحماية أفسن. عودة كنان إلى عائلة أتهان بعد فترة طويلة تثير قلق أولئك الذين يعرفون ما حدث بينه وبين هوليا في الماضي فوليا التي تحمل هوليا وأردى المسؤولية الأكبر عن الأحداث التي عاشها محمد أمير لن تبقى صامتة من الآن فصاعداً في منطقة كيسيمتسيزلر تقوم حنيفة بترهيب جانم تماما باستخدام الأحداث السرية التي سمعت عنها كوسيلة ضغط ضده من ناحية أخرى لم يتسامح السلطان مع الكلمات غير المكتملة التي قالها له إلياسون فقرر الكشف عن الحقائق التي لم يعرفها عن أفسون مرة أخرى لكن بالنسبة لأتيشن يحدث مثل هذا الحدث السيئ بحيث تتوقف حياة الجميع للحظة ضاعت الذروة أمال أتيش وبهار تتلاشى تدريجياً واجه أتيش أسوأ موقف يمكن أن يحدث له الجمل التي قالها فوليا تتكرر باستمرار في ذهن محمد أمير لكن مرضه سيطر على جسده بالكامل من الآن فصاعداً هناك أمل واحد فقط وهذا الأمل هو إجراء عملية جراحية على الرغم من أن خطر الوفاة مرتفع هذه الجراحة التي ستؤثر بطريقة أو بأخرى على حياة كل من حولها تكشف أيضا عن مواقف غير متوقعة لبهار يوجد أيضا شخص ميت في منطقة كسمت سيزلر في هذه الحالة تنكشف الأسرار العميقة التي ظلت مخفية لفترة طويلة السر المخفي بين جاني ميت وإلياس سيؤثر بشكل مباشر على حياة إفسون لكن جاني ميت يواجه خطرا غير متوقع بينما يعمل صالح مع هوليا لإنقاذ نفسه يخرج السلطان عن صمته أمام الخيانة التي تعرض لها لكن في موقف يائس تطلب هوليا المساعدة من مثل هذا الشخص غير المتوقع من الآن فصاعداً لن تكون حياة أحد كما كانت بالأمس قرر أتيش توحيد حياته مع أرزو من أجل تحسين حياة ابنه وضمان سلامه بهار لن ترى حياتها تفلت من بين يديها بسبب هذا الوضع إنه مستعد للقتال من أجل الحريق وينطلق للذهاب إلى سويسرا متحملا كل المخاطر لكن أرزو ستبذل قصار جهدها لمنع بهار القرط الذي عثرت عليه هوليا غير مسار الحرب في القصر خطط هوليا التي أرادت استخدام هذه الورقة الرابحة ضد أفسن والسلطان تعطلت عندما علمت فوليا بكل شيء فوليا مستعدة لإخبار كل ما تعرفه والدة أيهانا إلى جانب أسئلة الشرطة وما سمعته من الناس حولها بدأت تعتقد أن صالح هو قاتل طفلها يشعر صالح بالقلق من احتمال ذهاب المرأة العجوز إلى الشرطة الآن أصبح محاصرا بشكل متزايد في الزاوية ويريد فقط إخراج نفسه من الموقف مود على وشك الهروب إلى الخارج مع أردا لكنها مكتئبة ومن الصعب عليها أن تترك عائلتها وراءها ويتلقى بهار ومحمد أمير مكالمة هاتفية في نفس الوقت وسيهاجم الجميع القصر وستنشأ الفوضى مرة أخرى سيتم الكشف عن الأحداث السرية التي كان يعتقد أنها انتهت ستصبح بهار هدفا عندما لا تتوقع ذلك على الإطلاق وتريد إفس تجميع أوراقها الرابحة واستخدامها ضده قرار لم تعد بهار بهار القديمة وبهار الجريئة والشجاعة تغير التوازن في القصر بانقلابي هناك أخبار سيئة تنتظر استسلام زينب لجمال وتريد الآن الزواج من بهار في أقرب وقت ممكن من ناحية أخرى تحاول عائلتها وتتبعه الأسرار وتصل الشرطة إلى الجثة التي دفنها سلطان ومن ناحية أخرى تبذل هوليا قصار جهدها للابتعاد عن إفس وإنقاذ أبنها بطريقة ما يشبه العدالة أن كل شيء له ثمن هل سيحصل أولئك الذين يفعلون الخير والذين يفعلون الشر على ما يستحقونه؟ يتم احتجاز سلطان وصالح بناء على إشعار إلياس حيث يتم أخذ الأموال التي تلقوها من أتهان عائدات الجريمة محاصرة وخلاصهم يعتمد على أردى في السوق من أجل حياته ومن ناحية أخرى تواجه هوليا مخاوفها من فقدان والدها الذي وجدته بعد سنوات عديدة أفسون وسلطان يضعان خططا جديدة لإيذاء بهار القديمة لم تعد موجودة ولن تتقدم خططهما كما يحلو لهما وستهزم بهار أعدائها بالقوة التي تمتلكها صدم الجميع عندما أعلنت أفس أمام الكاميرات أنها تزوجت من أردا أي أنها أصبحت الآن عروس عائلة أتهان بعد هذا التطور الذي لم يتوقعه أحد تحاول هوليا جاهدة ألا تصاب بالجنون بينما يغضب محمد أمير يعتقد الجميع أن هناك شيئا ما في هذا الأمر ولا يتوقع أن يفعل أردا شيئا كهذا إلا إذا كان هناك موقف استثنائي يشعر إلياس أيضا بالقلق من وقوع إيفسو في مواقف خطيرة مرة أخرى بسبب تورطه في مثل هذه اللعبة